وده كان حال الطريق لما كان كل واحد ماشي في حالته. لما كان العربية بتعطل على اليمين كان الطريق بيفضل ماشي مكمل طبيعي. لما كان بيبقى فيه عربية إسعاف بتعدي كان بتلاقي ليها طريق تمشي منه وبتنقذ أرواح كتير. تعالوا نشوف بقى لما الناس تمشي في غير حالتها. وده كان حال الطريق لما كان كل واحد مش ماشي في حالته. اللي ساعات مش لاقي طريق تمشي فيه ولا لما عربية بتعطل بتوقف الشارع كله. هنا مثلا العربية دي عايز تعدي على حساب دي ودي عايز تعدي على حساب دي وكله بيضغط على بعض بهدف الوصول أسرع ممكن. ننسى الكلام ده كله خالص وكل واحد يمشي في حالته.